من جانبه أكد مدير إدارة المنظمات والاتحادات بجامعة الدول العربية محمد خير أن المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة أكساد يساهم في تحقيق الأمن الغذائي للدول العربية. زي ما وضحت ده اجتماع دوري، دي الدورة 34، دورة عادية بتجتمع هذه الجمعية كل سنتين. عندنا استراتيجية الأمن الغذائي العربي، هذا المركز عضو ومشارك أساسي في تنفيذ هذه الاستراتيجية زي ما وضحت، باعتبار أنه دول عربية أساسا دول زراعية في المقام الأول، ودول فيها نسبة كبيرة من الصحراء ومسألة الجفاف والتصحر، معظم الدول تعاني من هذه الأمور، لكن إحنا دول في النهاية عندنا إمكانيات ضخمة جدا، موارد طبيعية، أراضي زراعية، مياه متوفرة، فمن المفترض هذه المؤسسات من ضمنها هذا المركز يساهم ويساعد في توفير أمن غذائي لكل الدول العربية بما فيها الدول اللي حاليا بتعاني من بعض التوترات.